حياكم الله مشاهدينا الكرام، وإليكم موجز بأهم الأخبار من قناة صلاح الدين الفضائية. محافظ صلاح الدين بدر الفحل يؤدي اليمين القانوني أمام القاضي عبد مشحن رئيس محكمة استئناف صلاح الدين بعد صدور مرسومه الجمهوري من قبل رئيس جمهورية العراق. من جهة أخرى، وضع محافظ صلاح الدين بدر الفحل جميع الدوائر البلدية والخدمية في حالة تأهب قصوى والوقوف إلى جانب المواطنين في التعامل المباشر مع نسب الأمطار المتوقعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع إلحاق الضرر بأرواح وممتلكات المواطنين. يتداول سياسيون وقانونيون بسيناريو إعادة الانتخابات بمحافظتي ديالى وكركوك بعد تعثر التوافق بين الكتل الفائزة على خارطة المناصب، ملوحين بحسابات الوقت الضائع لتفادي المجهول. وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني القيادات الأمنية بالابتعاد عن الظهور الإعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى وجه الخصوص أثناء ارتدائهم الزي العسكري، لمنع تحويلها إلى منجز شخصي للترويج الدعائي. نفذت القوات الأمنية حملات دهب وتفتيش واسعة بعد العثور على منشورات لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء القائم غرب الأنبار. أخيراً، حيث أصدرت السلطات القضائية حكماً بالحبس الشديد لمدة سنة كاملة بحق المستشار السياسي لرئيس الوزراء الأسبق مشرق عباس ناجي لامتناعه من كشف ذمته المالية. الموجز انتهى، نلقاكم على رأس الساعة في أمان الله.